السلام عليكم يا حبة الكرام، وصلنا الآن إلى الدرس 56، درس مهم جدا، وكلمة اليوم هي كلمة attention. attention كلمة مهمة جدا، سوف نتعلم كيف نستخدمها في مثالين ونأخذ مرادفات كلمة attention. attention كل هذا فقط في دقيقتين، هيا لنبدأ. الهدف حفظ 90% من المعلومات من أول مرة. هذه الكلمات راح نحاول نحفظها من أول مرة، 20 كلمة جديدة تقريبا، لذا ركز مع الآن جيدا حتى نحفظها سويا. Get ready، اجهز الآن. Write all the phrases, so you need a notebook and a pencil، تحتاج إلى تدوين كلمات جديدة، إذا حضر الكراسة والقلم. Just 2 minutes، ركز معي الآن. And repeat after me 5 times loudly، كرر خلف العبارات بصوت مرتفع حتى تحفظها بشكل جيد. الآن اضغط على إعجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس القادمة. أما الدروس السابقة تجدها أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف، وستظهر معك الآن أعلى هذا الفيديو أيضا. كلمة اليوم كلمة attention تأتي بمعنى انتباه، اهتمام، عناية، حرص وملاحظة. attention 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 المثال الأول على كلمة attention. But he paid no attention to her warning، لكنه لم يهتم بتحذيرها. But he paid no attention to her warning. Her warning تحذيرها. But he paid no attention، لم يعيرها اهتماما، to her warning، to لتحذيرها. نقرأها معا الآن. But he paid no attention to her warning. أحسنت، حاول أن تكررها 5 مرات وأن تكتبها في كراسك حتى تحفظها. مثال الثاني. Without comment، without comment بدون تعليق، بدون تعليق. He shifted his attention، هو حول انتباهه back to his plate، حول انتباهه إلى صحنه. plate صحن. to back to his plate. without comment بدون تعليق. He shifted his attention back to his plate. إذا نقرأها مع الآن. Without comment, he shifted his attention back to his plate. أحسنت. كررها الآن بصوت مرتفع 5 مرات. مرادفات كلمة attention. Notice. Notice. تنويه. Awareness. Awareness. تحذير. And care. Care. عناية. هذه الكلمة ليست صحيحة، لن نأخذها هنا الآن. إذا ركز فقط على notice, awareness and care. حاول الآن أن تكتب جملة تستخدم فيها كلمة attention. attention اكتبها الآن في جملة. حاول أن تكون جملة مستخدمة فيها كلمة attention. لا بأس أن تستخدم إحدى الأمثلة التي مرت علينا سابقا، اكتبها أسفل هذا الفيديو. أما الآن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة قريبا إن شاء الله.